لكم من جديد. يعني أغلبيتنا نتعامل مع الأدوية، وأغلبيتنا الأدوية موجودة ببيوتنا، ولكن عندنا مشكلة إنه كيفية التعامل مع هاي الأدوية، كيفية إنه بالفعل هذه الأدوية ممكن تؤدي إلى وقوع أضرار في حال استعملناها بشكل خاطئ. رح تكون اليوم معنا الصيدلانية روان عبد السلام لتحكي لنا نصائح باستخدام الأدوية وكيفية التعامل معها، وخصوصا لما يكون عندنا أطفال وكبار في السن. خلينا نصبح عليها ونأخذ منها هذه النصائح. صباح الخير، كيف حالك؟ يسعد صباحك كافي. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، كيفكم أنتم؟ يسعد تمام. صباح المشاهدين، أهلا فيك. أهلا فيك. يعني الأدوية قديش خطرة؟ يعني موجودة عندنا ببيوتنا، ولكن لها خطورة إذا تم استخدامها بشكل خاطئ، وأيضا إذا تم استخدامها بعد انتهاء مدتها. معنا مجموعة من النصائح، خلينا نقرأ أول نصيحة ورح تطلع معنا على الشاشة. النصيحة الأولى: احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال في مكان مرتفع ومحكم الإغلاق. صحيح. هلا بالنسبة ل يعني أهم نصيحة بالأدوية، دائما الجملة اللي بنتداولها احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال. كل مكتوب أصلا على الدواء. كل مكتوب على الدواء. اكزاكتلي. خاصة إنه يعني غالبية التسممات اللي بتحصل بالأدوية هي دائما الأطفال، كونه الطفل بحب يقلد وبحب يجرب، ودائما حاسة التذوق هي أسهل إشي عنده للتجريب. صحيح. فيجب إنه يكون في البيت خزانة خاصة للأدوية مرتفعة محكمة الإغلاق، نحتفظ فيها بالأدوية وتكون بعيدة عن متناول الأطفال. صح. لأنه أحيانا في عندنا كبار السن في البيت يعني بيستسهلوا أنه يحطوا الأدوية جنبهم. في علبة جنبهم في علبة، حتى بيحطوها بعلبة حلويات فارغة مثلا. طب هذه بتصير أتراكتيف للطفل أنه بده يروح يعرف شو فيها. يعرف شو فيها، حتى بيفكرها يعني هم كأنهم بيشجعوه، بيفكر أنه يمكن يكون الدواء حلو بالنسبة له، هو ما عنده الوعي أنه يفهم انه دواء. فهي ممكن كثير تعملنا مضار. صح. بعض شركات الادويه تعمل آلية مضاعفه لفتح العلبه، فلما بتيجي بتفتحي انت العلبه ما بتفتح معاكي مباشره، لانه هذه كمان عشان السيفتي والامان للطفل. صح. لازم يضغط على العلبه بالاول وبعدين يدورها عشان. صح. تفتح. هذه آليه كثير حلوه عشان نحافظ انه على امان وسلامه الاطفال. نعم. فكمان عندنا يعني من اهم شيء بحفظ الدواء اللي هو انه ينحفظ بعيدا عن الحراره والرطوبه والضوء. عندنا من الاخطاء الشائعه الكبيره انه معظم الناس بيفكروا انه افضل الاماكن لحفظ الدواء هي الحمام والمطبخ، يعني بتلاقي غالبيتهم حاطين خزانه الدواء يا في الحمام يا بالمطبخ. للاسف يعني. للاسف. وهذا يعني تصرف خاطئ جدا، لانهم هم اكثر مكانين عرضه للرطوبه والحراره. لازم يكون طبعا اكيد مش المطبخ ولا الحمام مكان بعيد عن الحراره والرطوبه. صح. حتى في بعض البيوت تكون عاملين صيدليه اسمها صيدليه صغيره موجوده بنحط فيها الادويه. في بعض الاشخاص بحطوها بالثلاجه الادويه. لما بيفتحوها بتنحط بالثلاجه. ولكن اللي انا انصعقت او لما قرات هذا الخبر انه في بعض الادويه تفسد اذا بنحط بالثلاجه اثناء استخدامها، لازم تضلها حراره الغرفه او المحيط فيها. صحيح. صحيح. هذا كمان خطا كبير، يعني احنا لازم نتبع التعليمات المذكوره مع الدواء. نعم. اذا كان الدواء يحفظ بدرجه حراره الغرفه يحفظ بدرجه حراره الغرفه، اذا ذكر مع الدواء انه يحفظ بالثلاجه بعد فتحه يفتح انه يعني يحفظ بالثلاجه اللي هي درجه حراره من 2 الى 8 درجه مئويه. ننتقل الى النصيحه الثانيه وهي تخلص من القطنه الموجوده داخل علبه الدواء. هذه نقطة كتير مهمة، لأنه في بعض الأدوية بيكون في داخلها قطنة، هاي القطنة إلها غاية، لا يعني وهاي الغاية مقرونة لعند الفتح، لعند فتح علبة الدواء. الغاية بتكون امتصاص الرطوبة، بتكون منع تكسير حبيبات الدواء أثناء النقل. صح. متى مجرد ما فتح المريض العلبة يجب التخلص من هاي القطنة، لأنه ببطل إلها فوائد، بصير بالعكس إلها آثار جانبية ومضار، لأنه إيديه بتكون يعني أصابع المريض بتكون عليها جراثيم بكتيريا. هو كل ما بده يطول يفتح العلبة بده يطول القطنة ويرجعها وياخذ الدواء، عم بيرجع البكتيريا والجراثيم على العلبة، فيجب التخلص منها مباشرة. حتى إذا كانوا مثلا إيديه مبلولين أو رطبين بدخل الرطوبة لحبات الدواء، فيعني هيك بنخسر الفائدة اللي احنا بدنا إياها. هو بفكر انه بجوز لما نخلي القطنه بضل اغلى فتره ممكن يعني فتره اطول، ولكن لا هو بضر، لانه هو خلص ما دام فتح الدواء معك 5 أيام او 10 أيام حسب صلاحيه كل دواء. اكزاكتلي. كمان في من الاخطاء اللي بتصير انه مثلا بياخذ الدواء يعني من العلبه وبكب الكرتونه، طب هذا خطا كثير كبير. صح. كثير كبير، لانه احنا يعني كصيدلاني واجب الصيدلاني انه يحط ليبل. صح. عليها اسم المريض، عليها الدواء لايش، عليها طريقه الاستخدام، كمان الاكسبايري ديت اللي هي احنا بيهمنا
الاكسبيري ديت مش هو بيكون على الدواء برودكشن ديت اللي هو الانتاج والانتهاء. احنا بيهمنا الانتهاء، تاريخ الانتهاء ضروري عندنا، فكمان لازم انه الدواء يضله في علبته. نصيحتنا الثالثه لا تتناول الدواء في وضعيه الاستلقاء او النوم. صحيح. بعض المرضى طبعا كتصرف يعني خاطئ بياخذوا الدواء في وضعيه كونه اريح لهم، يعني في وضعيه الاستلقاء او النوم، هذا خطا كثير كبير. لازم الدواء يتاخذ في وضعيه الجلوس. هلا ليه خطا كثير كبير؟ لانه اذا اخذنا الدواء في وضعيه الاستلقاء او النوم، الدواء راح ينزل على الرئه بدل ما ينزل على المعده، وهذا يعني خطا كثير كبير. فلازم احنا ناخذ الدواء في وضعيه الجلوس وحسب يعني التعليمات المنصوصه عليها، ونتاكد لما نجي ناخذ الدواء نتاكد انه هذا هو الدواء الموصوف لنا وصار المفعول. نصيحتنا الرابعة اشرب المياه قبل الدواء وبعده. هلا احنا بعده ماشي بس قبله ليه؟ هلا ليه لازم نشرب قهوة؟ في كثير انه ناس عم بياخذوا الدواء بيحاولوا يبلعوه من غير مي، هذا هذا خطأ كثير كبير وخطير طبعا، لأنه ممكن يسبب لنا التهاب المريء بالقرص اللي هو يعني الكيس تعرف بالبيل ايزوفاجايتس، وممكن يسبب لنا كمان تشنج المريء. فاحنا لما بنشرب المي قبل الدواء بنرطب المريء وبنسهل عملية ابتلاع الدواء. فطبعا لازم نشرب الماء، وهون انا يعني بحب انوه على معلومه كثير مهمه، شرب الدواء بالماء مش بالعصير ولا قهوه ولا شاي ولا مشروبات غازيه ولا اي شيء، لانه الناس بيفكروا انه التفاعلات الدوائيه ممكن تحصل بين دواء ودواء، بس احنا كمان ممكن يحصل معنا بين دواء واكل طبيعي. يعني ممكن هلا مثلا الجريب فروت له تفاعل، وليمون الحمضيات لها تفاعلات كثير كبيره مع كثير من الادويه. برضه كمان عندنا مثلا الحليب كمثال، يعني الحليب بيحتوي على ماده الكلس، مادة الكلس بتلغي مفعول الحديد وتمنع ترسبه وبتمنع الاستفادة منه. فما بيصير نجمع بينهم. كمية المياه في بقرة دايما بقول لك لازم كوب من كوب بعد من حبة الدواء، بس ما بتقدر تشربي كوب خصوصا إذا كان مثلا مريض أو يعني مرشح وإلى آخره. فبالفعل لازم كوب أفضل، هو أفضل هو فعلا أفضل كوب من الماء، بس إحنا يعني المهم إنه يشرب ماء، يعني المهم يعني إشي أول وإشي ولا إنه يشرب ولا إنه ياخذ مثلا الحبة من دون مية، يعني هذه كارثة. بس كيف بيقدروا يبلعوها يعني دون ما جد صعبه وقديش صعبه ممكن تعمل حروق بالمريء، ممكن صحيح. بعد مع يعني المده ممكن تثقب محل القرص بالمريء اكيد. نصيحتنا الخامسه اقرا النشره المرفقه مع الادويه. هي طبعا بناخذها احنا من كوبا بزباله، هذه هي المشكله. هذه النشره انحطت لحتى تساعد المريض وكوسيله توضيحيه للمريض مع شرح الصيدلاني والطبيب. النشره انحطت لحتى توثق كل شيء عم بيحصل مع الدواء، فلازم احنا نقراها. بلس انه كمان مش كل شيء مذكور بهاي النشرة معناه انه راح يحصل لنا. النشرة بتوثق ما حصل في الماضي بهذا الدواء مع شخص من الاشخاص، مش معناها مثلا اذا كان مكتوب على الجميع تنطبق على الجميع انه ضروري انها تحصل لنا. طب مثلا اذا كان مكتوب عليها انه ممكن يحصل دوار او دوخة او غثيان، هذا ما بيعني انه كل شخص انه راح يحصل معه دوار دوخة او غثيان او دوار. صح. كمان في عنا بيجي احيانا الكالندر باكجينج او هي الرزنامه في معنى مثل هذا مثل هذا الهرمون الدواء بتيجي يعني مرتبه حسب ايام الاسبوع، في نقطه بدايه بتبدا منها وبتمشي معاها. صح، هي موجوده معنا بس اتوقع انها بيضه كثير. فمهما كان المريض مرقمه يعني على الايام، مرقمه على الايام، هذه حتى تساعد المريض يتذكر. مهما كانت ذاكره المريض ومهما كان يعني اعتبر انه ذاكرته قويه، ممكن يعني يحكي تليفون يصير معه اي شيء اكتيفيتي باليوم فينسى. فهي لازم يتبعها ويتقيد فيها. ممكن الادويه اللي لها مثلا خطيره او مش خطيره، ممكن اذا نسيناها هي ممكن تاثر، مثلا ادويه الحمل، الهرمونات ومنع الحمل، وايضا في بعض الاشخاص اللي عندهم ضغط وسكري، فلازم يكون لازم عليها. طبعا لازم يكون عندها حتى يعني هذا شيء كثير ضروري ومهم انه نتبع يعني التعليمات الموجوده مع الليفلت. نعم. او النشره. نعم. يعني هي ما اجت من عبث، هي لها فائده فلازم نتبعها. تمام، خلينا ناخذ فاصل روان نرجع نستكمل ما تبقى من نصائح، ورح هيك نغوص اكثر في مواضيع الادويه. ففاصل صغير ورجعين، خليكم معنا، واللي بحب كمان يكتب اي سؤال لصيدلانيه روان على اللايف الموجود على صفحه الاردن اليوم، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، مستمرين بالحديث عن الادويه مع الصيدلانيه روان عبد السلام. روان، رح نتحدث يعني بنصيحتنا السادسه عن انه تخصيص شخص لمتابعه او خزانه الادويه او الادويه الموجوده، قديش هذا كمان مهم؟
هذا الموضوع جدا مهم، وانا بنصح بكل بيت انه يكون الام انه يكون في شخص مسؤول عن خزانه الادويه وعن الصحه بالبيت. هلا ليه يعني مسؤول عن الادويه بالبيت؟ لانه خزانه الادويه لازم يكون في لها تنظيف وتعقيم، لازم يتاكد من الادويه، يتابع مع الادويه، بلاش يكون في دواء اكسباير وما حدا عارف عنه، يعمل قائمه باسماء الادويه والاشخاص اللي باخذوها ويحطها على الخزانه لحتى يسهلها عليهم لما ياخذوها. كمان عندنا مشكله بنعانيها مع مرضى وخاصه كبار السن، بتلاقيه ما احرام ما يعني ما بيقدر يحفظ الادويه واسامي الادويه صعبه، وممكن ينسى كمان. صح. فبيفوت على الصيدليه مثلا بدي الدواء اللي لونه كذا اللي شكله كذا. صح. اللي هيك، هذا دواء يعني الدواء صح ينفعش للون ولا ما بينفعش فيه للون ولا شكل ولا شيء، وحتى لو عرفنا انه الدواء شو هو، ما هو في عيارات في دوزز، خطا بسيط في الدواء ممكن يؤدي بأثر وممكن. صح. يعمل مسؤوليه على المريض وعلى الصيدلان. فعشان هيك هذا الشخص المسؤول عن الصحة في البيت ممكن يكتب على ورقة، يعمل عكرت أو ورقة يعملها للمريض، أو حتى يصور على الموبايل هالأيام يعني سهل على الموبايل، يصور الدواء بالساينتفك نيم والاسم إنه يعني العلمي وحتى ممكن كمان التجاري البراند نيم، حتى إنه المريض يعني تسهيلا له أول ما يفوت على الصيدلية يورجي الصيدلاني سواء الموبايل أو الكرت مباشرة، إنه بنعطيه بيكون أسهل وبنتفادى مشاكل أكثر. كمان لما بده يفوت المريض على الدكتور، لما الدكتور هيك بيشوف الدواء بيعرف شو الميديكال هيستوري، التاريخ الطبي للمريض، فبيقدر يساعده بالتشخيص والعلاج. صحيح. وبيمنع التداخلات الدوائيه كمان، لانه ممكن اذا ما قال له المريض شو الدواء اللي بياخده ممكن تصير تداخلات دوائيه ومشاكل كبيره. يعني النصيحة السابعة، لا تضع أدوية مختلفة في علبة واحدة. صحيح. احنا بنلموا كلهم بحطوها بعلبة واحدة، بتكون اتوقع يا علبة حلو خالصة يا علبة الحلاوة. بالضبط، هذا خطأ كتير كبير. صح. لازم كل دواء بعلبته، حتى كمان علبة الدواء ما نروح نجمع كذا دواء ونحطه في علبة دواء تانية، زي ما حكينا هذا ممكن يعمل خربطة. صح. يعني كيف بدنا نعرف شو الدواء؟ ممكن يعني مش أغلبية ببيوتنا دكاترة ولا صيدلانيين بيعرفوا بخصوص هذا الموضوع. صحيح، هاي يعني نقطة كتير مهمة، فلازم كل دواء ينحفظ بعلبته، ما نخرب بينهم لحتى نعرف الاكسبايري ديت، لحتى نعرف اسم الشخص، لحتى نعرف شو هو الدواء. صح. يعني اللي نستخدمه حتى لو لداعي السفر، في ناس بيقولوا لك لانه هو لداعي السفر وهيك بيستعجلوا بحطوا، لا يجيبوا زي هاي العلبة، يجيبوا زي هاي يحطوا طول الاسبوع. لان عجبني، شوفي انا احنا الوقت بالضبط، انا يعني عشان جدي احنا عندنا بالبيت احنا يومي هذه فعلا كثير، بس انا عجبتني انه صباحا ظهرا مساء ليلا. صحيح. يعني حسب الادويه، حسب فقد ايه هذا مهم. وفي كمان بيكون لطول الاسبوع. صحيح، طول الاسبوع، وبيكون مثلا سبت احد اثنين ثلاث، فانت بتعرف كل اسبوع ايش عم تاخذ، بتفتح العلبه بتاخذها، فانت ما بت يعني خلص تكون عارف انه انت اخذت دواك، ما بتنسى، حتى اذا نسيت بتبين انه والله مليانه او فاضي، فبنتبه اكثر. صحيح، وهذه كمان يعني ممكن تنحط في الجيبه في ايام. صح. السفر. يعني وبقي يعني حتى لو بيطلع من بيته مثلا. صحيح. صحيح. وبيطلع ببيته بحطها بالجيبه. صح. كثير يوزفوا الموضوع وكثير بتساعد يعني. صح. وبقيه الادويه بيقدر يحطها يعني خلال السفر في علبه كبيره في الامتعه، بس هاي بتكون حاطط فيها الكميه المناسبه اللي يقدر يستخدمها خلال السفر. اخيرا، لا تحتفظ بعلبة المضاد الحيوي بعد فتحه أكثر من 10 أيام. صحيح، هاي نقطة كتير مهمة، لأنه الأم دائما بتفكر إنها هي يعني من باب التوفير وهيك، أنا ممكن تستخدم. صح. علبة الدواء لطفل تاني عندها أو لمرة تانية تستخدم، وهذا خطأ كتير كبير. أول ما الأنتيبايتك ينفتح وينحل معه صلاحية فقط لمدة 10 أيام. نعم. بالتلاجة يحفظ. صح. بعدها يتخلص منه. وأصلا الأصل في استخدام المضاد الحيوي إنه ما يبقى منه إشي، المفروض إنه هو جرعة محسوبة ومحطوطة إنه هو يخلصها، حتى لو لقته إنه تحسن أو راحت الحرارة لازم تكمله، لازم تخلص الأنتيبيوتيك كامل. بهاي النقطة كمان بحب أحكي إنه في اللي هي عنا المعالق المدرجة بتيجي أو الغطاء الكاسات المدرجة، تستخدمهم، لازم تستخدمهم مش بمعالق البيت لأنه بتكون مش دقيقة. صح. بالضبط، يعني ممكن تكون الكمية أكبر. في كمان سرنجات بتيجي ممكن تشتريها من الصيدلية، تشيل الإبرة منها وتستخدم. صح. تسحب فيها دقيقة أكثر. يعني بتعرفي حتى في بعض الأشخاص خصوصا اللي عندهم أطفال النيوبورن او الاشهر الاولى بيكونوا كثير صعبين يعطيهم الادويه. بالزبط. في الباسيفاير او اللهاي بتكون مدرجه، فبتحطي فيها فهو عم بياخذها كلهاي للاسنان بس عم بينزل الدواء فيه. صحيح. بالنسبه انه فتحنا موضوع الاطفال، قد ايه مهم الاطفال بعمر يعني صغير يشربوا مي حتى بعد الدواء السائل الليكويد، لانه حتى الحليب بيسوي مثلا السواد على الاسنان او الحديد. صحيح. أو لازم طبعا زي ما حكينا المي شيء لازم مهم حتى للاطفال، حتى لو كان سائل. اكيد لابتلاع الدواء ضروري. أوكي. المي. بالنصيحه التاسعه، طلع لسه ما خلصنا، لسه 10 انا خربطت، اسفه.
ما نصر على الصيدلاني انه يعطينا دواء مضاد حيوي اذا احنا ما بنحتاج. هلا بقول له لا بدك تعطيني مضاد حيوي. احتياط، كلمه احتياط هذه الكارثه الكبيره اللي عندنا صحيا يعني، وهي موجوده في انحاء العالم حاليا، بنعاني مشكله من المضادات الحيويه واساءه استخدامها. صح. الافراط في استخدام المضادات الحيويه على اي سبب ولاي سبب، واحيانا احنا ما بنكون بحاجه لمضاد حيوي. يعني احنا المضاد الحيوي هي فعاله فقط للامراض البكتيريه. صح. الامراض الفيروسيه ما لها اي فائده، بالعكس راح تعرض جسمنا للاضرار الجانبيه السايد افكت، انه احنا راح يصير عندنا ريزيستنت، مقاومه. صح. للدواء. فبتيجي عندنا حاله بحاجه لمضاد حيوي يعني وبحاجه قويه، بس جسمها ما عم بيستجيب للمضاد الحيوي، فممكن نخسر المريض بهاي الحاله. حتى بتعرفي انه المضاد الحيوي مش جيد للجسم. صحيح. يعني احنا بسبب مع المده بطل الجسم يستجيب للادويه. وايضا لما على الاشخاص عم بياخذوها، خصوصا الاطفال، عندنا هلا الحساسيه نفس اعراض الرشح، فانت مش عارف يكون معك حساسيه او رشح، فبتكون اخذتي على يعني الفاضي. مش على يا جماعه، مو انه على كل شغله زكام. بالضبط. يعني مثلا بفوت بقول لك يعني عندنا هاي المشكله، لازم نوعي المرضى. اعطيني مضاد حيوي. يلا احتياط. بلاش. هو مش احتياط، هو للضروره فقط. نصيحتنا العاشره، لا تنصح غيرك باخذ الدواء اللي انت استفدت عليه. هاي احنا كلنا نص الشعب الاردني احنا اطباء. طبعا الافتاء بالادويه لازم يكون لاخصائي، سواء صيدلاني او طبيب. يعني ما بيصير اي واحد مثلا يعني وتقول لها يلا انا استخدمت الدواء وتحسنت عليه، بتروح بتحكي لجارتها، بتروح بتحكي لصاحبتها انا خدي، بس خدي هذا الدواء على ضمانتي. هذا على ضمانتي. طب ما هذا يا جماعه دواء، ما بيصير. وفي منهم كمان بيعملوا سيرش على النت، يلا هذا الدواء كويس، يلا بتروح تطلبه وبتاخده. طب ما انت هيك بتعرضي حال، مش كل جسم استجابته للدواء نفس الشيء. يعني انت تحسنتي على الدواء مش معناه انه غيرك رح يتحسن عليه، لانه مش نفس المرض، مش نفس التحمل، مش نفس الاستجابه تبعت الجسم، ولا نفس الادويه اللي انت بتاخذي. يعني انت يمكن ما بتاخذي ادويه تتعارض معه، غيرك ممكن يعني بياخذ ادويه عم تتعارض معه. فاكزاكتلي لازم انه احنا فعلا لازم انه احنا ما ننصح بعض بالادويه، لازم عن طريق صيدلاني او طبيب حسب الكيس. صحيح. بدي اشكرك صيدلانيه روان عبد السلام على تواجدك معنا، شكرا على هالنصائح، ان شاء الله هيك الناس ياخذوا فيها واحنا كمان ناخذ فيها بعين الاعتبار. شكرا لك. عفوا. وانا كثير مبسوطه بالاستضافه الحلوه ببرنامجكم الحلو، ان شاء الله من تقدم لتقدم. حبيبتي وبتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه. يسعدك. شكرا لك. نهارك سعيد. الله يسعدك. فاصل صغير ورجعين لنكمل اخر فقره ببرنامجنا الصباح حديث اليوم، ابقوا معنا.